السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناه سرالوك الاوفياء. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بالف صحه وعافيه. كما كتشوفوا معايا اليوم جبت لكم سلطه الكينوا الغنيه عن التعريف، سلطه اللي هي مفيده بزاف وغنيه بالفيتامينات. كنتمنى انكم تبقاو معايا لاخر فيديو تشوفوا المراحل وطريقه التحضير. عندنا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الكينوا كتجي على هذا الشكل. في الاول كنغسلوها مزيان تقريبا 3 مرات بالماء عادي. هنايا عندي 2 كيسان صغار ديال الكينوا، درتهم مع 4 الكيسان قدهم ديال الماء. يعني دائما كيكون عندنا المقدار ديال الكينوا كيكون ضعف ديالو القياس ديال الماء. كنديرهم هكذا في كاسرونه، كنديروا عليهم شويه ديال المليحه وكنخليهم يطيبوا كيغلاو، كياخذوا لينا في الطياب تقريبا مده ديال 15 دقيقه. ملي كدوز ديك ربع ساعه صافي كتنشف من الماء اللي فيها وما كتجي لا معجنه لا والو، كتكون بحال هكا طابت. كنحيدوها من فوق النار وكنديروها هكا في بول باش تبرد على خاطرها. وكندوزو كناخذوا الخضار اللي غادي نرافقوا معها هاد السلطه. ما كتشوفوا معايا هنا في الخضار عندي هنايا مطيشه صغيره قطعتها خليتها بالقشور ديالها، وعندي عندي فلفله صغيره خضراء، فلفله صغيره حمراء، وعندي الخيار اللي هو مقطع حتى هو مربعات صغار، وهنايا عندي بصله صغيره حتى هي مفرومه صغيره، وعندي شويه ديال الخس ومعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس. هادو هما الخضار اللي استعملت انا في هاد السلطه. يمكن لكم تضيفوا الجزر مبشور اللي بغاه، يمكن لكم تضيفوا معاها لافوكا، يمكن لكم تضيفوا البيض مسلوق، يمكن لكم تضيفوا ايضا كيجي معاها المانغ حتى هو مقطع شرائح حتى هو كتخلطوا معاها كيجي لذيذ. كاين اللي كيضيف هكا الكروفيت سوتي ولا تضيفوا ليها طون. كاين اللي كيبغي يضيف ليها صدر ديال الدجاج، طريفات ديال صدر ديال الدجاج حتى هما صوتي. يعني كل واحد والذوق ديالو. وندوزو نوجدو لا فينيغريت، ناخذو زلافه ونديرو فيها العصير ديال نص حامضه ونزيدو عليها شويه ديال المليحه حسب الذوق، شويه ديال الابزار ومعلقه كبيره ولا 2 معالق ديال زيت الزيتون حسب الرغبه وحسب الكميه ديال الكينوا اللي درتو. واللي كيبغي حتى النسمه ديال الثوم يمكن ليه يزيد 1/2 معلقه ولا الراس ديال المعلقه رشه ديال بودر ديال الثوم حتى هي كتجي زوينه. انا هنا ما درتهاش صافي. وكنخلطوا لا فينيغريت ديالنا كتكون واجده، كنكبوها على السلطه ديالنا اللي فيها الكينوا مسلوقه مع الخضر اللي خلطتهم معاها. صافي كنمزو كل شيء هكذا. كتشرب لينا هذيك الخضره وهذيك الكينوا كتشرب لينا لا فينيغريت. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا السلطه لذيذه ومنعشه، يعني كنتمنى انكم تجربوها. والتزيين كيبقى على حسب كل واحد وعلى حسب المتوفر. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا زينتها بطريفات ديال الحامض ومرسوات ديال الجبن ديال الفرماج حمر. وبالنسبه لهاد حبوب الكينوا راه ولات متواجده دابا بكثره، ماشي ضروري اننا نمشيو للمحلات التجاريه الكبرى باش نلقاوها، ولينا كنلقاوها غير عند المالين الهريال اللي موجودين، كنلقاوها باثمنه اللي هي مناسبه. والناس اللي كيشوفوا معنا اول مره القناه كنتمنى انهم يشتركوا معنا وفعلوا الجرس باش يتوصلوا دائما بالجديد. يا ريت الى عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تشاركوه مع احبابكم وصحابكم وديروا لايك. شكرا على حسن المتابعه، الى اللقاء.